ورجعنا لكم تاني مع واحد من الناشئين وطبعا البدايه والانترو بتاعي كان ليه علاقه بالناشئين عشان الناس تسمعني. معايا النهارده اللاعب مينا نسان لاعب جولدي اهلا وسهلا بك يا مينا. اهلا بحضرتك كابتن كريم وانا فرحان جدا اني طالع حضرتك ومبسوط جدا وان شاء الله رمضان كريم وعلى الامم المصريه كلها وانا ان شاء الله باذن الله يعني هتبقى حلقه كويسه على المشاهدين ومع حضرتك باذن الله حبيبي مينا مينا بدايتك كانت في الزمالك يعني احنا قلنا جولدي وماشي الزمالك ولكن بدايتك في الزمالك سريعا بدايتك في الزمالك كانت ايه الاجواء كانت في الزمالك وما كملتش ليها والله الدنيا هناك كانت مليانه ضغوطات شويه ومن ناحيه اللعيبه كانت كتير جدا طبعا بالنسبه عشان نادي الزمالك نادي كبير طبعا ولي كل تقديره وكل احترامه فكانت الدنيا هناك مليانه لعيبه جدا فكان في ضغوط من ناحيه المدربين ومن ناحيه كده يعني ما فيش مكان يعني اه كانت فتره محكمه الحمد لله خدت في جولدي ثلاث سنين تقدر توضح لي ايه اللي حصل في جولدي وكانت الاجواء ماشيه ازاي في جولدي وحبك للمكان يعني انا انا عارف ان جالك اكتر من عرض انك تمشي ولكن رفضت انك تكمل في جولدي يعني انت انت رفضت العروض اللي بره وفضلت انك تكمل في جولدي ايه الفكره تمام والله جولدي منظومه كويسه جدا كمدربين وكاداره بصراحه بيهتموا بينا جدا كناشئين كقاعده ناشئين يعني بيهتموا بينا يعني جداً. فيها اهتمام؟ جدا بصراحه بيقفوا معانا كتير حتى وكمان بيكلمونا وبيتابعونا في كل حاجه فانت بتلاقي كل حاجه متوفره لك من ناحيه كمدربين وكلعيبة وكمنظومه كويسه جدا ده الموسم الكام الموسم الكام ليك في جولدي؟ ده الموسم الثاني بينزل الموسم الثاني؟ اه طيب اللي, اللي اقوى ماتش تفتكره لعبته مع جولدي؟ أه والله كان ماتش كان كنا طالعين معسكر في في جامصة ولعبنا فرقة هناك كويس جدا كان تقريبا كانت من بلطين بس كان ماتش جامد جدا هناك واحنا راجعين كمان لعبنا مطروح برضه في مطروح كان ماتش تقيل جدا برضه تمام مينا طموحاتك فين؟ يعني انت حابب اللي جاي يبقى فين؟ حابب خطواتك اللي جاية تبقى فين؟ في حياتك الشخصية في حياتك الكروية؟ هل مينا هل مينا لعيب الكورة هو نفس الالتزام في حياته تحت البيت؟ طبعا دي فضايح طبعا انت لازم نعرفها. فهتقول <applause> ف... لي ولا خلي حد يقول من عندك بس خليك معايا. هتقول لي اتصال بسرعه عشان ده انا هحبسه. <applause> <applause> فك... يعني مينا في الملعب شايفه وبتكرم مينا اللي في البيت؟ والله هي يعني نقول ان هي حاجه بتكمل بعضها. الملعب كمان ملعب حاجه كبيره جدا وبتعلمنا حاجات كتير. اذا كان تعاون او اذا كان طبعا الضغوطات النفسيه اللي انت تقدر تعدي بيها في الملعب دي كمان بتعلمك ازاي الضغوطات النفسيه اللي آه طب مينا قول الو أوله؟ أوله؟ الو قول الو 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 ده شريف آه شريف ازيك يا شريف ازيك يا شريف حبيبي اخبارك ايه تمام كل سنه وحضرتك طيب حبيبي قبل الاتصال كنت بقول لي مينا مينا اللي في الملعب هو نفس مينا اللي في البيت بنفس الالتزام فعايز اعرف منك الحته دي وطي التلفزيون شويه يا شريف وطي التلفزيون الله يا كابتن مينا من صغره هو حابب الكوره له زمن يعني من صغره هو عمال بيجري وربنا يكرمه واحنا نتمنى له كل خير وهو لعيب كويس مش عشان اخويا يعني بس احنا نتمنى ان ربنا يكرمه يعني وانا شايف ان هو في المستقبل يبقى حاجه كويسه وربنا يكرمه يا رب شريف عايزك توجه رساله لمينا يخلي باله من نفسه ويحافظ على صحته ويركز في دراسته ويركز في التمرين بتاعه واحنا وراه مش هنسيبه شكرا ليك يا شريف جدا مينا حابب توجه رساله لاهلك او لشريف اخوك برغم ان انتوا غامرتوا كتير مع بعض وحكيت لي بعد الكواليس والتفاصيل اللي شفناها فكلمه لشريف او كلمه لاهلك بص اولا يعني انا من غيرهم ما كنتش هبقى اي حاجه هم اذا كانت اسرتي اذا كان والدي او والدتي واخواتي كلهم او اذا كان اهلي كمان حتى في البلد او غيره كلهم بصراحه بيساندوني واصحابي كلهم معايا مينا تقريبا يعني انا شفتك في الملعب شخصيا يعني انت عندك الكاريزما عندك الاستايل كويس جدا بس خد بالك يعني حته الالتزام مهمه جدا لازم تعرفها يعني. هل انت حاسس انك فعلا السنتين اللي فاتوا من سنتين لحد دلوقتي وصلت ل 20 لطموحك هو ده طموحك؟ لا طبعا يعني دي كان خلينا متفقين ان دي بدايه وهتفضل بدايه لحد ما نوصل انا اوصل للي انا عايزه. احنا لسه بنسعى دي لسه اول خطوه ولسه المشوار طويل فباذن الله اللي جاي هيبقى افضل كتير عايز بس يجهزوا فكره السبوره طبعا فيها اهم التفاصيل طبعا عايزك تجهز معايا المخرج وليد الاستاذ وليد بس يجهز لي بس فكره السبوره مين حابب الفكره دي دلوقتي فكره الاحتراف بره حاببها يعني جدا. او جات لك عروض من بره مش عايزين نسبه الاحداث ايه اخر عروض اللي جات لك من بره بص باذن الله بس انا كنت حبيبه اخليها مفاجاه يعني خلينا ان ان شاء الله باذن الله بعد ما نرجع طيب من تعالى معايا كده لحظه إيه الدكتور معالي الوزير اشرف صبحي عايزك توجه له كلمه بعد آه كده جهزوا له فكره السبوره يا جماعه والله حد بيتعب معانا جدا استاذ آه طبعا الدكتور أشرف, آه دكتور اشرف صبحي طبعا بيتعب معانا جدا آه عليه ضغوطات كمان كتير جدا الايام دي برضو عشان نرجع للدوري تاني في وسط الاجواء دي طبعا فحد بصراحه ربنا يعينه يعني ربنا يديله الصحه رب يا رب ويكمل معانا دايما الصوره اللي بعدها طبعا المستشار مرتضى منصور طبعا المستشار مرتضى منصور ده حد يعني مش محتاج ان انا اتكلم عنه طبعا حد قيمه وقامه كبيره جدا فهو كمان كاداري حاجه مميز جدا في الاداره واحنا شفنا ده بعينينا يعني الصوره اللي بعدها فرجاني ساسي آه فرجاني انا جايب لك الصوره دي مخصوص عايز <applause> اسمع آه تعليقك كانوا بيشبهوني بيه بيقولوا لي ان انا شبهه كمان في الشكل وفي الكاريزما في الملعب آه لعب لعيب خط وسط عالي جدا الصوره يعني اللي بعدها كابتن حسام عاشور طبعا كابتن حسام عاشور طبعا ده الواحد ده مكانك يا مينا ده مكانك في الملعب اه انا بلعب ديفندر مكان كابتن حسام او او كابتن فرجاني يعني هو ده مكان اللي انا ببقى مميز جهزولي جهزوا لي بقى فكره السبوره ودي مش عايز فيها اي تهاون مش عايزك مش عايز كذب انا عايز عايز صراحه مينا ركز معايا بص للسبوره كويس لو رجع بيك الوقت او الزمن تلعب في الزمالك تاني نعم او لا آه هو طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا واي آه حد يتصرف الله يلعب فيه طبعا لا طبعا هرجع يعني هرجع طبعا اللي بعده شايف ان الكابتن حسام غالي هو مسلك الاعلى خد بالك ان دي مختلفه عن باقي الصور اللي عليها عليها كابتن حسام غالي عايز اسمع تعليق عليه علي وقول لي هو مسلك الاعلى ولا لا طبعا كابتن حسام انا بحبه من زمان جدا ومتابعه من زمان جدا في من بعد ما لعب بره ورجع تاني الاهلي طبعا حد يعني, يعني هو مثلك الاعلى لعيب كوره اه طبعا جدا اه نعم السؤال اللي بعده <applause> عايز رد صريح لو جالك عرض من النادي الاهلي والله النادي الاهلي برضو كمنظومه منظومه كبيره جدا ما حدش يعترض عليه يعني لا طبعا انا لا اروح طبعا يعني الزمالك ولا <applause> الاهلي هتبقى معادلة صعبة بس أي أي حد ناشئ زيي طبعًا هيتمنى إن هو يروح يلعب أهلي أو زمالك طبعًا. طيب تفضل الفترة دي أو الفترة الجاية لما الماتشات ترجع حابب إنك تكمل في مصر ولا حابب إنك تخرج بره يعني أنت شايف أني الأفضل؟ لا طبعًا بره حاجة تانية خالص طبعًا أنا يعني طبعًا ده حلمي اللي إحنا كنا بنتكلم عليه من شوية وهو ده إن شاء الله اللي إحنا بنسعى عشان السؤال اللي بعده؟ شايف ان المدير الفني لنادي جولد الكابتن متولي عبد الواحد افضل حد انت اتمرنت معاه كابتن متولي حد انا شايفه عظيم جدا في مكانه يعني حد طيب اخر العروض اللي جات لك بص يا في حاجه من على بعض هات للآخر الاخر واخر العروض اللي جات لك عشان انا عارف كل حاجه بس هو في حاجه في مصر وفي حاجه ان شاء الله باذن الله في الامارات وفي حاجه باذن الله في تايلاند وفي تركيا كمان فاحنا لسه بنسعى و... يعني يعني انت شايف ان الاقوى في الامارات يعني انا شايف برضو مظبوط الرياضه في الامارات بدات تتطور بشكل كبير جدا يعني والله احنا هو هو لسه في كلام واللي فيه الخير يقدمه ربنا يعني. طيب حابب توجه رساله لمين او كلمه لمين يكون حد صديق شخص ليك او قريبك او وجه رساله لحد انت انت عايز تقول له حاجه بصراحه مش عايز اوجه لحد معين هم كلهم بصراحه بت... يعني انا مش عايز عشان لو قلت اسماء هقول كتير جدا وهناخد وقت كتير جدا هم تمام. كلهم بصراحه في ظهري يعني مينا بشكرك شكرا جزيلا جدا نورتني انا بصراحه يعني كان شرف ليا كبير جدا انا صاحب حضرتك كابتن كريم واتمنى ان تكونوا استمتعتوا معانا في واحده من اقوى السهرات الرمضانيه من برنامج الكره مع كريم كان معكم كريم علي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته